في جعبة ضيفنا من القصاصات ما يثير عتمات في التاريخ السياسي السوداني الحديث من خلال مرحلة صحيفة الأيام العابرة للأزمان وللأنظمة أيضا، بالرغم من المنع والمصادرة والرقابة التي احترف فيها نظام النميري حتى كاد ينجح، وبفشله تنهض الصحيفة لتحلق من جديد بعد انتفاضة شعب السودان أبريل 85 من القرن الماضي. لكن ومع حكم الإخوان المسلمين تجددت محنة الصحيفة. مرحبا بك في الجزء الثاني من برنامجنا. أريد أن أبدأ معك بانقلاب مايو 1969 الذي كما قلت جفف الحياة الصحفية، وجرى في ذلك الوقت تأميم الصحافة. أنت ابتعدت عن المشهد، ماذا فعلت في تلك الفترة؟ أنا لم أبتعد فورا، قدم لي عرض بأن أصبح رئيس للمؤسسة العامة للصحافة لتصدر كل صحف السودان، ورأيت أنه ده وضع غير مناسب، وأن الصحف لازم تكون عندها شخصيتها الخاصة، وأنها تصدر عن مؤسسات متعددة وما شخص واحد يصدرها. وقبل اقتراحي، وأنا كلفت بأن أعمل تصفية لحقوق المنطقة المرحلة السابقة لأصحاب الصحف وللصحفيين، فوائد ما بعد الخدمة للصحفيين والتعويضات لأصحاب الصحف. وأشرفت على هذه المرحلة لمدة 6 شهور من ناحية إدارية لحد ما طلعنا التقرير الختامي للمشروع ده، وأنا ابتعدت عن الصحافة من اليوم الأول. ابتعدت عن التحرير، وبعد ذلك ابتعدت حتى عن الإدارة. السبب الحقيقي؟ السبب الحقيقي أنه أنا لا أؤمن بصحافة تصدر الدولة. عادت صحيفة الأيام إلى الصدور بعد انتفاضة أبريل 85 من القرن الماضي، فكيف كانت العلاقة بين السلطة والصحف والصحفيين؟ هي كانت مرحلتين. المرحلة الأولى كانت الفترة الانتقالية وعمرها سنة من 85 ل 86. الحكومة القائمة في ذلك الوقت رفضت أن تعيد الصحف إلى أصحابها، وقالت ده قرار تتخذه الحكومة المنتخبة. وطلب مني أن أرى التقرير صحيفة الأيام في الفترة الانتقالية. ففي الفترة الانتقالية كانت الحرية كاملة، والحكومة بتاعت الفترة الانتقالية ذات طبيعة قومية بتمثل كل التيارات والاتجاهات والأفكار فيها، وكل واحد كان بيجد نفسه في الصحافة. بعد ذلك جاءت الحكومة الحزبية الأولى والحكومة الحزبية الثانية، استنادا إلى نوع التحالف القائم. كان الصحافة إما بتكون في وضع مريح أو في وضع صراع مع الدولة، وإذا كان تصالحت مع جزء من الإعلام بتكون خاصمة مع جزء آخر، لأنه التحالف الحزبي بيطلع واحد من الأحزاب برا وبيدخل واحد من الأحزاب جوا وهكذا. وما قدرنا حتى نحسم القضايا اللي كانت معلقة من أيام التأميم للصحف، لأنه الحكومة كانت عاجزة عن القرار، وسبب عجزها التشاكس بين أطراف التحالفات اللي بتكونها. مرة حزب الأمة بيتحالف مع الإسلاميين ويبعد الاتحادين، ومرة يتحالف مع الاتحادين ويبعد الإسلاميين، وده كله كان بيخلق صراعات داخلية حادة هي في النهاية التي أودت بالنظام الديمقراطي. طيب، أنتقل بك بمناسبة حديثك عن الإسلاميين، أنتقل بك إلى ما ذكرته أنه السنوات العشرة الأولى من حكم الإنقاذ، حكم الإخوان المسلمين، عادت العلاقة المتوترة وكانت الأسوأ بتاريخ الصحافة السودانية كما ذكرت أنت. ياريت تحكي لنا عن تلك الفترة. الإنقاذ ابتدت بأنه رجعت صحافة الدولة، عملت صحافة براها السودان الحديث، والصحيفة الثانية اسمها الإنقاذ، عندها صحيفتين وعندها مجلات وعندها بيديرها كوادر الجبهة القومية الإسلامية.
ورفضت أن تعطي المجال لأي أفكار ولا آراء أخرى. حتى ليك لم ده في بداية وقفت كل الصحف المستقلة إحنا أو غيرنا. ثم بعد 3 سنوات بدأت تعيد النظر في الوضع دي فسمحت بصحف اجتماعية رياضية. لماذا سمحت بهذا الأمر؟ عز الانقلاق على صحافة الحزب الواحد كانت عنده آثار سلبية وهم دايرين يعني يرسلوا رسائل بتاع أنهم مستعدين ينفتحوا تدريجيا وكانوا بيقولوا كده يعني بيقولوا أنه ده انفتاح تدريجي لكن هم بيبتدوا في سياسات وبعدين يقتنعوا بأنها ما ماشية لقدام ما بتودي المشروع بتاع النهضة بتاعهم فيعودوا عنها فعادوا عنها وبعدين مرة ثانية فكروا في العودة بتاعة الصحف لكن هذه المرة اشترطوا أنها تطلع عن طريق شركات عامة والشركات العامة تكون أسهمها مطروحة للعامة باعتبار أنهم يقدر ناسهم يخشوا في كل الصحف والتجربة دي ما نجحت لكن طلقت صحف بعد كده فبدأ يكون في قانون صحافة وينفذ الاضطراب في هذا بتعكس حقيقة أنه الجبهة نظام الجبهة القومية الإسلامية في سنواته العشر الأولى يمكن أصدر 3 قوانين صحافة وفي مدى حياته طلع زي 6 قوانين صحافة أيوة فكل سنتين 3 في قانون